أعتقد أنه في حينها سيتم توقيع الورقة المصرية كما هي دون تعديل، وستكون هناك ضمانات داخلية فلسطينية فلسطينية، وهذا ما يحفظ للورقة المصرية هيبتها. ما هي ضمانات التي تريدونها دكتور؟ يعني نحن لا نريد ضمانات كثيرة، نريد بعض النقاط التي نرى فيها غموض أن يتم توضيحها بيننا وبين الإخوة في حركة فتح. النقطة التي تتحدث عن الانتخابات، عن لجنة، عن منظمة التحرير، عن غيرها. فإذا ما تفهمنا نحن وإخوتنا في فتح على هذه البنود، أعتقد أن توقيع الورقة المصرية هو تحصيل حاصل. لذلك أرى فرصة كبيرة في توجه مثل هذا الوفد إلى غزة. هناك عقول الآن مفتوحة من كلا الطرفين للوصول إلى اتفاق. علينا جميعا أن نستغل هذا الظرف المناسب، لأنه لا نعلم هل سيتكرر هذا الظرف أم لا يتكرر. دكتور نبيل، هل سيتكرر هذا الظرف أم لن يتكرر؟ ظرف النجاح ولا ظرف الفشل؟ أقصد الظرف الحالي الذي جعلكم تتحركون بهذا الشكل، وأن يكون هناك حراك للوصول إلى اتفاق. الآن هناك ظرف مواتي، والبعض يقول أن أسطول الحرية حرك المياه الراكدة بشكل كبير جدا. هل سيتكرر هذا الظرف أم أنه يجب استغلاله حتى خوفا من أن لا يتكرر مرة أخرى؟ أنا متفق تماما مع الدكتور مصطفى ومع الدكتور محمود. ما حدث في أسطول الحرية من بطولة ومن جريمة إسرائيلية مواجهة حركت وجدان العالم كله، وأنا أعتقد أنها فرصة لا يجوز أن تفوت إطلاقا، ولا يجوز أن ننتظر غيرها. لماذا نضيع الفرص يعني؟ هذه فرصة هائلة لعمل شيئين في نفس الوقت: كسر الحصار على غزة مرة وإلى الأبد، وفي نفس الوقت تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية. إذا استطعنا الأولى بدها ضغط دولي، لكن أنا أعتقد أنها ممكنة، والثانية ما بدها حراك فلسطيني فلسطيني. أنا متفق مع الدكتور مصطفى مرة ثانية. والضغط الدولي يحتاج إلى موقف فلسطيني موحد حتى يستطيع أن يحدث. بدون شك أن موقف فلسطيني موحد سيسهل تحقيق هذا الضغط الدولي. طيب، بدون شك. دكتور نبيل، يعني وهذا السؤال، يعني تحدث الدكتور محمود عن ضمانات، يعني هل أنتم مستعدون بصراحة في حركة فتح، وأنتم يعني بكل الأحوال هناك في داخل حركة فتح واضح أن هناك تغير في بعض المواقف، كما قال الدكتور محمود هناك حتى يعني تقدم في موقف الرئيس الفلسطيني، هل مستعدون أن تمنحوا الضمانات أو أن يعني تحضوا المصريين على منح حركة حماس هذه الضمانات حتى يعني تصلوا إلى اتفاق؟ يجب أن نقدم نحن هذه الضمانات. الحقيقة يجب أن نذهب لمصر هذه المرة، وقد اتفقنا نحن. من غير العدل ولا الإنصاف أن نلقي كل شيء على أكتاف مصر. إذا اتفقنا نحن والرئيس أبو مازن قال أنا مستعد لتقديم هذه الضمانات، نبحث تماما ما هو المطلوب. ما دام الأخ محمود يكرر أننا مستعدون عندئذ لتوقيع الورقة كما هي، فإذا مش مطلوب من مصر شيء إضافي. خلص مصر بتقول إذا وقعتوا هذه الورقة أنتوا اتفقوا زي ما أنتوا عايزين، بس هذه الورقة لا نستطيع نحن أن نغيرها. وما دام الدكتور محمود يقول نحن مستعدين لتوقيعها كما هي، فإذا بحث الضمانات يجب أن يكون فلسطينيا فلسطينيا بالكامل. دكتور مصطفى، برأيك هل يعني ما زالت بعض الفئوية في لدى الفصيلين، المصالح الفئوية أنا أقصد، هي التي تسيطر حتى يعني أدت حتى في ظل هذا الظرف أن لا يصل الفرقاء إلى اتفاق مصالحة؟ هذا عامل، وإذا أردت أن أكون دقيقا وربما أحاول أن أكون علميا في تحليل الأمر، يعني أعتقد أنه في ثلاث عوامل متضاربة. نعم. في عامل يشد الناس للوحدة الوطنية، وهذا العامل هو نضال الوطني وحاجتنا للوحدة الوطنية في مواجهة إسرائيل. وأيضا في إطار نفس العامل هناك الضغط الشعبي، يعني الجمهور بصراحة، يعني مع احترامي للإخوة جميعا، هم أكيد يوافقوا معي، حركة فتح وحماس خسرتها بسبب استمرار حالة الانقسام. ويمكن أن تخسر أكثر، لأن الجمهور غاضب على من حالة الانقسام القائمة، وطبعا هو يحمل في الأساس المسؤولية للطرفين، يعني ربما بأشكال متفاوتة بمقادير متفاوتة. بالتالي عنصر الضغط الشعبي والعنصر الوطني يدفع في اتجاه الوحدة، لكن في عاملين يدفعوا بالعكس. طب العامل الأول الضغط. نعم تفضل دكتور مصطفى، اسمح لي أنا مضطر أن أذهب إلى فاصل، ومن ثم نعود لنتحدث في العوامل السلبية. نعم، في العوامل السلبية لهذا. إذن إلى فاصل قصير، ومن ثم نتابع هذا الحوار حول الوحدة الفلسطينية الضائعة والمفقودة حتى هذه اللحظة،
وسبل إيجادها والعثور عليها. إلى فاصل ومثل. أهلا بكم من جديد في هذه الحلقة الجديدة من برنامج المحور، والتي تأتيكم من استديوهات قناة العالم في مدينة رام الله. في هذه الحلقة نناقش الحراك اتجاه الوحدة الفلسطينية، الحراك المتعدد اتجاه تحقيق هذه الوحدة. أذكر بضيوفي في الاستوديو: الدكتور نبيل شعث، عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، دكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية وعبر الأقمار الاصطناعية من رام الله، أيضا دكتور محمود الرمحي أمين سري المجلس التشريعي الفلسطيني. أعود إليك دكتور مصطفى، نقطتان وعاملان. نعم، سلبيان. هناك كما قلنا عامل إيجابي يشد نحو الوحدة، وهو العامل الوطني والضغط الشعبي. نعم. وعاملان سلبيان للأسف. العامل السلبي الأول ضغوط خارجية، أركز على ذلك. العامل السلبي الثاني هو ما يبدو من تنازع على السلطة. طبعا أي إنسان واعي يدرك أن السلطتان تحت الاحتلال، سواء الضفة الغربية أو قطاع غزة، ولا يجب أن ينطلي على أحد ادعاء إسرائيل بأن الاحتلال انتهى من غزة. موجود، لو مش موجود الاحتلال مش موجود الحصار أصلا. لذلك السلطتان تحت الاحتلال، وهذا التنازع على السلطة بما يجسد من مكاسب أحيانا بيروقراطية أو إدارية وغيرها، ربما يكون أحد العوامل السلبية التي تشد الناس في اتجاه الانقسام وليس اتجاه الوحدة. بالتالي تغليب هنا رؤية من ليس لهم مصلحة خاصة شخصية في هذه الأمور اللي فيها تنازع السلطة، تغليب دورهم في الحوار الوطني ربما يكون أحد العوامل التي ستساعد كثيرا على أن نقترب من إنجاز الوحدة الوطنية. وبعد ذلك إذا كانت مصالح البعض القليلة ستتضرر، ولنكن صريحين، نعم هناك مصالح صغيرة لبعض الأشخاص قد تتضرر فليكن، ولكن ليس لا يجوز أن تكون مصالحهم الصغيرة على حساب المصلحة العامة، مصلحة الشعب بكامله. وإذا نظرنا بعيدا حتى مصالحهم هم، لأنه كل حياتنا ستدمر إن استمر هذا الانقسام. نعم. طيب دكتور محمود، يعني دائما ما نستمع من المتحدثين باسم حركة حماس إلى يعني كلمة ضرورة وقف المفاوضات، لا يمكن إجراء مصالحة بدون وقف هذه المفاوضات، ولكن يعني بنهاية المطاف نحن لا نعيش في يعني جزيرة معزولة. هناك ضغط دولي، هناك واقع سياسي يفرض على السلطة الفلسطينية، يفرض على رئيس هذه السلطة أن يقبل بالمفاوضات غير المباشرة. حتى يعني المفاوض الفلسطيني يقول بأنه لا يتوقع كثيرا من هذه المفاوضات، لأن هذه الحكومة هي حكومة يمينية لن تصل إلى المفاوضات. فلماذا يعني في بعض الأحيان تشعرون الجمهور الفلسطيني، تشعرون الشارع الفلسطيني بأن يعني موضوع المفاوضات واستمرار المفاوضات هو أحد العقد أو العقدة الرئيسة في إنجاز المصالحة الفلسطينية، رغم أنكم فوضتم في إحدى المرات الرئيس الفلسطيني بصفته رئيسا لمنظمة التحرير فوضوه بأن يفاوض؟ يعني دعني أقول، وقف المفاوضات وليس مطلب فقط لحركة حماس. وقف المفاوضات في فترة قليلة ماضية كان مطلب معظم الشارع الفلسطيني، والاستطلاعات الرأي دلت إلى ذلك. والإخوة في حركة فتح أو الرئيس محمود عباس هم من أوقفوا المفاوضات لعدة انتهاكات إسرائيلية. فالآن عندما أعادوا هذه المفاوضات غير المباشرة، ماذا يعني يمكن أن نجنوا من خلالها؟ إلا للأسف نحن نفهم هي إخراج للكيان الإسرائيلي من عزلته التي كانت مفروض عليه. مفاوضات غير منتجة، إذن ما الفائدة وما الجدوى من العودة إليها؟ إلا كما أشرت أنت أن من نتيجة الضغط الخارجي الذي يمارس على السلطة هي تضطر العودة إلى المفاوضات، وإن كان مكاسبها في هذه المفاوضات معدومة. لذلك نحن نقول، لا نقول أن المفاوضات أو استمرار المفاوضات هي عقبة في وجه المصالحة كعقبة، هي مطلب فلسطيني لا شك، مطلب الشارع الفلسطيني، لكن المصالحة ليس هذا يعني مطلب. توقف المفاوضات مطلب لإجراء المصالحة. المصالحة كانت هناك ورقة مصرية، وأعتقد أن حماس